شيمي نشوف تقرير من منطقة الحسين وسحور أول ليلة في رمضان. رمضان في مصر أكيد ليه طعم مختلف تماما، ولما نقول رمضان يبقى أكيد هنقول سحور، وطالما قلنا سحور يبقى أكيد لازم ناخدكم هنا في الحسين. خليكم معانا. لياليك محلاها يا رمضان، ويا محلى بهاها يا رمضان. لياليك محلاها يا رمضان، ويا محلى بهاها يا رمضان. بعد انتظارنا وشوقنا إليك جيت يا رمضان. رحنا في الحسين غير أي مكان تاني، وأنا حاجة أساسية في كل رمضان عندي إن أنا لازم أجي أول يوم ما أتسحر هنا في الحسين. السحور بيبقى عبارة زي عن أي سحور، بس بيبقى ليه جو في الميدان وكده من الناس، وبيبقى في حركة كده بعد السحور، ناس بتتمشى وبتفسح وتخش البازارات وتشوف الدنيا وكده. كل حاجة جميلة، أنا جاي من ضباط مخصوص عشان أتسحر هنا أول يوم أصلا. المنظر جميل والمحلات جميلة، كل حاجة جميلة. بطلب بيتزا وبتسحر. كل سنة أنت طيب. أنت طيب. طبعا الحسين طبعا حاجه جميله، يعني اول مره اتسحر في الحسين، اول يوم ما اتسحرش في البيت اتسحر في الحسين، حاجه جميله مش وحشه. براحه روحانيات، براحه نفسيه. طبعا الحسين يعني معروف عن اي حته تانية، مصر معروفه برمضان يعني روحانيات عندنا غير اي مكان تاني. كل سنه وانتم طيبين. السحور في الحسين طبعا حاجه جميله، وكل مكان في مصر بردك طبعا حاجه جميله طبعا، وكل سنه وانتم طيبين على مصر كلها، فكل سنة وانتم طيبين. طبعا هو السحور بيختلف طبعا من مكان لمكان، بس مصر طبعا يختلف عنها اي سحور في العالم بالجو اللي احنا شايفينه ده. الناس الطيبين يعني انا اقول لك كميه روحانيه بنشوفها هنا في المكان بطريقه غير طبيعيه. شهر رمضان بنشعر فيه في سيدنا الحسين كل سنه، وده بتيجي ناس من الصعيد من كل انحاء الجمهوريه عشان يحضر السحور هنا والفطار. في روحانيات مختلفه عن أي مكان تاني في جميع المحافظات. ازاي الصحة؟ انا وانت طيب. العام وانت طيب. ممكن تقول لي رمضان في الحسين هنا بيفرق عن اي مكان تاني ولا لا؟ والله طبعا ما فيش شك ان هو الحسين معروف، سيدنا الحسين معروف، ان دي هي دي بهجة رمضان، وطبعا الناس كلها بتتلف حول المبنى بتاع سيدنا الحسين. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام قال لك من وصل الحسين فوصلني. هنا السحور مختلف عن اي حتة في العالم من ناحية كل حاجة. القعدة هنا الناس هنا مبسوطة، بص تلاقي مثلا الترابيزة قاعدة عواد، ده بيقعد يسمع، ده بيقعد ياكل، ده بيقعد يشرب. أنا من السعودية طال عمرك، من أبها. تسمع بأبها؟ زينة المصايف. رمضان غير، ما شاء الله تبارك الله، الناس فرحانة أوي، وعمال تدعي وعمال تكبر وعمال يعني نفس السعودية. اصحى يا نايم، اصحى يا نايم، اصحى واحد الدايم. رمضان كريم. طبيعة المنطقة الشعبية بتحب الفول، لانه الفول وجبة شعبية طبيعي يعني كوجبة صحية مية مية، وبتستمر في المعدة لغاية بعد المغرب. زي ما بتقول الناس الفول مسمار المعدة، زي ما انت فاهم كده. عهبية فول ومش موجود، مش موجودة في اي حتة زي حتة تانية، لان السحور هنا جميل اوي. الفول بتاع الرجل ده مية مية، وربنا اللي يعلم يعني، والمنطقة دي الله اكبر عليها يعني في السحور. شهر رمضان ليه روحانياته، وهي اصلا المنطقة بتاعتنا الازهر والحسين والحتة دي ليها روحانياتها لوحدها. Oh.
قول نويت بكره نحييت الشهر صايم والفجر قايم اصحى نايم واحد الرزاق. المناطق الشعبية دايما بيبقى السحور فيها اللمة والصحاب وكده، وبعدين منطقة الحسين معروفة باللمة والاهالي والصحاب وكده، هو بتبقى احلى ليالي رمضان وبتبقى احلى صحبة وكده. هو يعني بنزل مخصوص عشان اتسحر هنا في رمضان عشان اعيش الاجواء الشعبية وتحس الناس بكل مكان بيجوا هنا، فبتلاقي جو تاني وفي ترويح عن النفس طبعا، غير طبعا رمضان بيومه كله بطول نهار حر وبتاع وصيام وفرهضة، فالواحد بعد ما بيتسحر ويصلي وكده وبينزل بقى يتسحر يشوف الحسين يشوف الناس اللي في المنطقه اصحاب القدام كده، فيعني بيبقى يوم جميل او سحوره جميله بالليل. محبه الناس وحوالي المنطقه شعبيه وحوالين بعضينا كلنا اخوات، والزباين كلها بتحب المكان عشان فيه بيت عود وفيه بيت شعر، و الجو ليه مكان تاني واسرع الناس بدل ما تبقى في حته بره، انت فاهم، تبقى واحد اتنين، انما هنا يعني بيبقى ناس كتير والجو بيبقى حلو هنا في رمضان. يعني هنا بتلاقي التجمع والروح اللي هي القديمه بتاعت زمان، تمام، بتلاقي في حاجات كتير حلوه في رمضان، بتحس فعلا ان انت في شهر رمضان فعلا. في الحسين بالذات بتحس ان انت قاعد في وسط عيلتك صراحه، يعني ومع انك انت ممكن مش عارف اللي جنبك ولا اللي جنبك عارفك ولا الكلام ده، بس بتبقى في روح ما انت مش عارف يا جاي ازاي صراحه. رمضان كريم، كل سنة وانتم طيبين. مصطفى الشيمي على مسؤوليتي.